يا عم هو الجمل انت عشان يا عم ده مالك انت تعال بس ادخل لا لا يعني اخش وشرب تقمه كده مالك انت يا عم انت بتشتري بقى اشرب بتشتري بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يرضي الله يا عم ولا بيتكم لا ولا يا مالك انت يا الشيخ هيقول انا مفزوق يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل فيها ده عامل صوت يا عم والدمع راسه يا مالك انت ولو شارب نفسه اقعد هنا يا شيخ قعد اسال تعالى بس الشيخ دخل الجامع شرب خمرة حلف سجاير قرر بالسجارة دي وصلت على الجنب لا صح لا صح مش معك أنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير